بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع أولا ما أخذنا بالأمس، ثم بإذن الله تعالى نبدأ بالدرس الجديد. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بالأمس أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. نعم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم، وقلنا أولى منه لو قال خليل الرحمن. نعم. وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى. نعم، وكل من ادعى النبوة والرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كافر كفرا أكبر. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان. وإن القرآن كلام الله. تعيد. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهداية هداية الدلال والإرشاد، هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، أما هداية التوفيق هذه يملكها الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. مالك يوم الدين، أيوم الجزاء والحساب. إن الدين عند الله الإسلام، العمل هنا. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وضد الحق الباطل، ليظهر الدين ويظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. بلا كيفية يعني نعلم نؤمن أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكيفية لا نعلمها والسأل عنها بدعة. نعم، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، وإليه يعود قبضا وإليه يعود وصفا. إليه يعود قبضا لأن القرآن في آخر الزمن يقبض، نسأل العافية والسلامة عندما يترك الناس العمل بالقرآن، ووصفا لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدعا لا من قاله مبلغا مؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. وبالأمس ذكرنا الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ونثبت أن الكتب المنزلة من السماء هي من كلام الله سبحانه وتعالى، ومنه القرآن. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم، وتقدم معنا بالأمس أقسام الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وقلنا أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في لغة ولا في كتاب ولا في السنة، وهذا أي القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرون المفضلة الثلاثة وطاغوت الفلاسفة، ويفتح باب شر. وأن من أقوى الأدلة على نفي المجاز يمكن نفيه. نعم. فمن سمعه ولا يوجد عربي على وجه الأرض في هذا السياق إلا ويفهم المراد. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، ليس كمثل الشيء السمع البصير. نعم. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وقد تقدم معنا أن العلماء يذكروا أدلة الرؤية في الكتب التي تذكر الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه لا يمكن يرى إلا وله صفات، وإلا كان معدوم. ولهذا يعني
يضطر كل من أنكر الصفات أن ينكر الرؤية. نعم، وذكرنا الأدلة 7 من القرآن والأدلة من السنة، ومعتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، وقلنا هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال: ولا تقدم معنا أيضا أن الناس انقسموا في هذا الباب في علم الكلام إلى 3 أقسام: من خاض في هذا العلم، دخل في هذا العلم علم الكلام، انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام: قسم لم يدخل وهذا في السلامة ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يدخل، وقسم دخل وانتهى وأصبح فيه إماما وهذا لابد أن يشهد على ضلال هذا الطريق، هؤلاء الأئمة عندهم. القسم الثالث: من دخل ولم يخرج، نصف متكلم يفسد العقائد. نعم. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. نعم، وهذا قلنا فيه التحذير من بعض العلماء أنه حري بكل من أنكر الرؤية أن لا يرى الله، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، وقلنا هذا في وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، إثبات مع تنزيه. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قلنا نحمل أحسن محمل، وهذا ما لم يرد إثباته ولا نفيه، ونقول لو أن المؤلف جاء بما ورد في الكتاب والسنة كان أسلم. والشيخ ابن مانع بالأمس رحمه الله قال: لو قيل أن هذا الكلام مدسوس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى لم نستبعد هذا. و ذكرنا أن ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه، لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. فالجهة والجسم والمكان هذا هنا لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى، فإن أرادوا بهذا العلو فهو حق بالجهة، وإن أرادوا أن المخلوقات تحت بالخالق هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، درس جديد. نعم. قال الإمام الطحاوي: إذن هذا هو الموضع الثاني، ورأينا كيف تكلم الشراح على هذه الكلمة، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 321 في العقيدة الطحاوية: والمعراج حق. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح كانوا يلقنوا الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السيرة يعني لابد أن نعلم أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد هناك من لا يعرف في هذه الأيام اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنه محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف في نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام، فلا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا يعرف
إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ما الذي ينبغي أن نقول في حق عليه الصلاة والسلام. يعني أشياء لابد معرفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة كتب كثيرة مؤلفة السيرة، نبدأ بكتاب مختصر ثم بعد هذا يعني نرتقي شيئا فشيئا. يعني يبدأ الآن الطالب بالمئية، مئية يعني من 100 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتقي بعد هذا مثلا يأخذ الرحيق المختوم أو يأخذ ألفية العراقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإسراء هي رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء، هذا هو المعراج. نعم، حق يعني نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. في اليقظة، يعني ليست هذه الرحلة رؤية منامية، بجسده وبروحه عليه الصلاة والسلام. نعم، ارتد من ارتد، نسأل العافية والسلامة، بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة عن رحلة من مكة إلى بيت المقدس، ارتد بعض الناس في هذا الوقت، نسأل الله العافية والسلام، عندما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نضرب أكباد الإبل حتى نصل إلى الشام في شهر أو كذا، وأنت تذهب في ليلة وتعود. ولهذا عندما أخبر الصديق بهذا، لم يسمع في هذا الوقت، لم يسمع الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبروه فقال لو قالها لصدق، وبهذا كان صديق هذه الأمة رضي الله عنه. نعم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء. نعم، إكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام للأمة كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بالأمس أن الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية كما ورد في البخاري تعليقا، حيث قال أن الصلاة من الله هي ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. نعم، الصلاة بها جلب الخيرات، والسلامة دفع الآفات، تقول اللهم صلي وسلم، لأن بالسلامة تخلية وبالصلاة تحلية. نعم، قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، مما يكون بعد الموت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض مكان الحوض في عرصات يوم القيامة بعد أن يلجمهم العرق إلجاما، هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا معناه أنه دائري، والله أعلم. الناس الآن احتاجوا إلى شرب، لأن العرق يلزمهم العرق الجامع قبل المرور على الصراط، قبل المرور على الصراط بعد أن يلزمهم العرق الجامع، الناس الآن بحاجة إلى شرب. لكن الجزاء من جنس العمل، فمن شرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، تعلم السنة وعمل بها ودعا إليها وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الجزاء من جنس العمل، يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. آنية عدد نجوم السماء، لونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب منه أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وقلنا هذا الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والدليل أن الحوض يذاد عنه أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أي أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة تشمل حتى الكفار، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول لهم: أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا التحذير
من الإحداث في الدين، لأن من يحدث في هذا الدين هذا معناه أنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيبعد عن هذا الحوض. هناك قول أن لكل نبي حوض، إن صح الحديث يكون أعظم حوض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا إن صح والله أعلم. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، عندنا الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه من الله، شرك أكبر. أما الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لا تطلب إلا من الله، وتطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. تنقسم هذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، عامة لكل موحد، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة، للصالحين، حتى الأفراط الأطفال يشفعون. تنقسم هذه الخاصة إلى ثلاثة أقسام، وكذلك العامة إلى ثلاثة أقسام. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى. والشفاعة في عمه بطالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة مغلقة حتى إذا جاءوها. قال في أصحاب الجنة، وماذا قال؟ قال وفتحت. إذن حدث شيء. أما في أصحاب النار نسأل العافية والسلامة، قال حتى إذا جاءوها فتحت، يعني بغتة نسأل العافية والسلامة، نكاية بهم وزيادة في العذاب. هذه أقسام ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. العامة في رفع الدرجات، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما نصلي على الجنائز: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. نعم، قالوا الشفاعة، قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، بعد أن يتراجع عنها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يأتون الناس إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. نعم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة، لا يستطيع أن يبدأ عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الإذن من الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشفع حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى، إذن غير من باب أولى. نعم، قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. نعم، قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. هذا بعلم، سبق في علم الله، ولا يمكن أن يقال أن هذا جبر أو قدر أو كذا، فيريد أن يتوسط بك الآن في هذا الطريق ويبين لك السير هنا. لأنه تقدم معنا إما جبرية وإما قدرية، وقلنا هذا الذي يقول أن الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار، وعندما يسأل لماذا تشرب الخمر مثلا يقول أمر كتب الله عليه، فهذا ماذا نصنع فيه؟ يضرب حتى يغمى عليه. فإن أفاق وقال لماذا تضربني؟ نقول أمر كتب الله، ماذا أصنع؟ اقتنع الحمد لله، إن لم يقتنع تعطيه الثانية حتى يقتنع. رفع سارق إلى نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم المسألة. رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر بقطع يده، حد من حدود الله. فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أتلومني على شيء كتبه الله علي؟ إنما سرقت بقضاء الله. قال له عمر رضي الله عنه: أتلومنا على شيء كتبه الله علينا؟ كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ فأجاب هذا بنفس الكلام الذي جاء به، مفهوم؟ نعم.
الإنسان يحسن الظن في الله، ماذا يصنع؟ يأتي بالأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، تحسن الظن في الله، تقول الله سبحانه وتعالى اختارني أن أكون من أهل الجنة وأسعى لها سعيها وأنا مؤمن، يسر الله سبحانه وتعالى لك. إن كنا نصنع هذا في أمور الدنيا فما بالك بأمور الآخرة. الآن عندما يعني يخطب مرأة يتخيل أن هذه المرأة أجمل ما خلق الله، يقدم في وظيفتين، وظيفة مثلا يعطوه في الشهر، في إعلان عن بعض الوظائف يعطوه في الشهر 1,000,000، وظيفة يعطوه 100، يفكر في أي؟ أكيد في التي يعني فيها 1,000,000. نعم، عنده طريقين، يريد يسافر إلى مكة، طريق يعني فيه حفر وفيه حوادث وغير يعني مهيئ، وطريق ما شاء الله، أي الطريقين يسلك؟ طريق الخير، الطريق الثاني. فما بالنا الآن بسلوك طريق الآخرة، نسلك طريق من؟ نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان.